النساء كلهم كيسولوا على خميرة البيرة وكلهم كيشكروها وكلهم كيقول لك صلحت ليا وانا اكذب هذه الاشياء. انا اكذب هذه الاشياء لان كنعرف واش هي خميرة البيرة لانها مغيرة ولاديا. نعم. هي هذه خميرة البيرة مغيرة ولاديا، وخميرة البيرة تحدث يعني واحد حساسية للوجه، تهيج، وتحدث تهيج وحساسية داخلية. وهاد الناس هادو بعض، هذا هو المصيبة اللي عندنا، وهي اشهار مجاني، كنسميه اشهار مجاني. ان الشخص دابا شرى حاجة تقول لنا راه مزيانة، وكاين النساء غير حيت شراوها بغاو النساء اخرين يشريوها، تقول لك علاش مالي انا انا اللي شريتها، كتبغي نساء اخرين تما كيشريوها، يعني تصدق هي معمره الشخص الاخر جيبوها على حساب الناس. فهاد الاشهارات المجانيه يتفاداوها الناس، يتفاداو ولا لي شي 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 شخص شرا شي منتوج وما عجبوش يقول ما عجبنيش، ويقول يحذر منه الناس ويقول الناس بعدوا منه راه ما مزيانش. فالاشياء اللي خرج الله من الارض اللي كناكلوها وكنعرفوها وكنشوفوها لما نتكلم عنها، لكن الاشياء اللي مخلطه ومدقوقه ومكوغطه لا، هذه ممكن ان يكون فيها غش وهذا تدليس، وهذه اشياء صاحبها ليس له نيه حسنه، حيت لان الانسان ما تعرف شنو هو داير. هذا الشخص علاش غادي يدق هذا الشيء ويخلطه لنا؟ صافي يبيع حبه حلاوه ويبيع زريعه الكتان، يبيع حبه برشاد، يبيع الحلبه وبالثمن ديالو. مراه الحلبه كدير 10 دراهم، وزريعه الكتان كدير 160 ريال، والقزبر حبوب كيدير 100 ريال. صافي راه الاثمان معروفين، راه الفلاحه كيبيع القزبر 80 ريال كيلو. ما عرفتش انا هاد الاثمان اللي في مدينه الدار البيضاء وفي الرباط وفي بعض المدن اخرى، ما عرفتش هاد الاثمان هادي الناس كيتحاب لهم القزبر، ما عرفت منين كيجي القزبر. عندنا في الشاويه كاع ما كيتباع، يا كيعطيوه للناس بلاش. ولكن مع الاسف الشديد هاد الناس كيتقهروا في المدينه وكيحسب لهم هاد المنتوج راه غالي. ما كاينش شي حبوب الثمن ديالها في 160 ريال. من حتى السانوج عندنا الحبه السوداء في السطات ما كانت كتباع، ما كانوش كيشريوها الناس. بعدا عندنا في السطات كل اللي كيشري السانوج كيشري 120 ريال، تعطيه 40 ريال يعني كيعطيك طبق ديال 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 السانوج. فهاد الناس هادو اولا هاد الاثمان هي اثمان تضاربيه، واثمان احتكاريه، واثمان اصحابها هي فليتقوا الله في الناس. ان لم مشاو لكتاب البيوع في الاسلام غادي يقراوا كتاب البيوع، غادي يلقاو رسوم بان يعني خاصهم يوجدوا ما يقولوا الله سبحانه وتعالى وما يقفون بين يديه. لان يعني ليس من الدين، هذه الاشياء اللي انا اقول ليس من الدين. الدين عنده وضوح، الدين عنده حسن النيه، الدين عنده تقوى الله. الدين المجتمع الاسلامي ما فيش تدليس وما فيش غش وما فيش احتكار وما فيش. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لك في كتاب البيوع الناس خصهم يبينوا السلعه، ماشي يدير الخايبه لتحت الزينه الفوق. خصو يبين السلعه ديالو ولا يخبر الناس يقول لهم هذا الشيء هذا راه هو ازمته. انا نعطيك واحد المثل بسيط. دخلت للسوق نشري البيض البلدي، شوف الفطره ديال الناس. وهذا المثل قلته على الفطره الطيبه، وكاين ناس طيبين في هذه البلاد هذه. لقيت عيالات حاطين 10 15 بيضه الوحده كيبيعوها في السوق. نعم. هذيك المراه قلت لها شحال هذا البيض؟ قالت لي 20 ريال. حنا كنتكلموا بالريال في الشاويه. نعم. 20 ريال هي درهم. نعم. درهم بالعمله يعني رسميه. قالت لي وليدي 20 ريال، ولكن راه ما يصلحش للتقراق، راه ماشي ديال الفحل. يعني شو الصدق في قلت لها المهم انت واخا عندك 15 بيضه غتبيعيها، ولكن الله سبحانه وتعالى غادي يبارك لك في الرزق ديالك. اكيد. وملي كتدخل رحبه البهائم كتلقى الناس كلهم يقسمون ويحلفون، واليمين والكذب والغش والتدليس. ولا اله الا الله. وكأن الله لا يراهم وكأن الله لا يراقبهم. هذه فأنا أقول هذا المشكل ديال التغذية هو مشكل مرتبط بالحسبة، ومرتبط بشرع الله، ومرتبط بالدين، ومرتبط بتقوى الله. لأن هاد الأشخاص غادي يدخلوا هادشي للبطون ديالهم، يعني غادي ربما يؤذون هاد الناس. فأنا أنصح ربما دكتور القهوة الخميرة البلدية كتباع في السوق. كاين عليه ماشي بعيدة. وإلا كانت غت عليه ما كانتش كانوا الناس كيعطيوها، وماشي كانت أحسن صدقة عندنا في البادية. نعم. وأحسن افتخار ملي المرأة تتسلف تعطي الخميرة لجارتها. نعم. وربما كتجي تطلب منها حتى خبز. نعم تعطي تقول لها أعطيني الخميرة. وكاين الناس كانوا من قبل يستحيوا ويطلبوا بعض الأشياء. السوسيولوجيا المغربية رائعة دكتور. نعم رائعة، نعم رائعة وراقية، نعم مجتمع راقي، مجتمع راقي فيما يخص السوسيولوجيا. غير حنا قرينا الطلبة ديالنا في الجامعة السوسيولوجيا ديال دوركايم. قريناهم دور كاين، ما قريناهمش السوسيولوجيا المغرب. نعم. السوسيولوجيا ديال الشاويه وردي غا وديال قصب التادله وديال الحمر وديال الدكالة وديال العدا وديال التواريخ ديال وجده والمنطقه ديال بني انصار، المنطقه ديال بونيبوي فرح فريف، والمنطقه ديال تنغير ومضيفه الرشيديه وتفيلات. نعم. ومنطقه سجي المساء. ما قريناش السوسيولوجيا. نعم. السوسيولوجيا ديال سواسا وديال مراكش وديال. نعم. السوسيولوجيا ديال ايت بعمران، والسوسيولوجيا ديال الجنوب المغربي ديال الصحراء المغربيه. نعم. يعني هذه هي السوسيولوجيا خاصها تقرا الطالب المغربي في الجامعه. اما دور كاين ما يدير السوسيولوجيا ديال دور كاين، ما عندو ما يدير هذا القران ديال دور كاين، ما عندو ما يدير به. فهاد المسائل يجب ان ننتبه. حان الوقت الان، حان الوقت. نعم. فالحمد لله البلاد ديالنا غادي يبقى فيها هذه الثقافه الغذائيه، وغادي يبقى فيها هذه العادات الغذائيه.
نعم. بل وهي اللي كانت حافظة المغاربة من 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 كثير من الأمراض. شوف ملي ما بقاتش عندنا الخميرة باللية. نعم. ولينا كنغربلو القمح، ما بقيناش كناكلو الشعير، ما بقيناش كناكلو الذرة، ما بقاش السيكوك، ما بقاش بركوكش، ما بقاش هربل، ما بقاش فتيل الشطبة، ما بقاش الناس كيصيبوا الخليع، ما بقيناش كنصيبوا السم الحار، ما بقاش كنصيبوا الزبدة البلدية، ما بقاش البل البلدي، ما بقاش الناس يعني كيقرقوا الدجاج كياكلوا الدجاج البلدي، ما بقاش كياكلوا البيض البلدي، ما بقاش الناس عليا قل الاستهلاك قل، ما بقاش هادشي معروف، الناس ما بقاوش كيفوروا يعني الكسكس طعام على الخشاش الأرض على الربيع، وما بقاوش الناس كياكلوا هاد الخشاش ديال الغابة وديال ديال ديال الأرض هادي. ولينا مجتمع بنفس النفس نسبة الأمراض في المغرب والتي هي نسبة الأمراض في العالم الغربي. نعم. الأمراض اللي ما تسمعوش بها الناس، أنا مشيت البادية كنسمع الناس كيتكلموا في الدوار كيتكلموا على الكوليسترول. يعني هذه في البلاد في الدوار الناس ولو عارفين الكوليسترول وعارفين الأنيميا وعارفين هشاشات العظام ولو عارفين بهجات ولو عارفين بسورياسيس ولو عارفين المسائل عندنا في الدوار، من قبل ما كانوش عارفين حتى الشقيقة. نعم. ما كانوش كيعرفوا حتى سمية الأمراض. نعم. أنا ما كانش. نعم. كانوا كيعرفوا يلا حمى التايفويد. نعم. هذيك اللي كانوا كيسموها قردة، وكانوا كيعرفوا بعد أمراض قليلة الدقة ما كانش عندنا حنا في الشاوية يعني، ولا 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 الحساسية ما كانش معروفة، ولا حتى العقم ما كانش يعني قليل جدا. نعم. حالات نادرة، ولا الحي كانوا كيسموه الحي السرطان ما كانش معروف. هذه فهاد الأشياء هذه ملي الناس غيروا نمط العيش وغيروا الثقافة الغذائية، فطبعا ولاو مجتمع غربي تقريبا في الاستهلاك فيما يخص الاستهلاك، فجميع الأمراض اللي عند الغرب عندنا، عندنا البواسير، عندنا كرون، عندنا ار سي اش، عندنا سرطانات، عندنا قرحه المعده كومبيلو، هذاك الايليوباكتير بيلوري، الايليوباكتير بيلوري دابا قرحه المعده. انا شكون اللي عندنا غيرنا العادات، عندنا الغده الدرقيه، عندنا سرطان الثدي، عندنا البروستاتا، عندنا المشكل ديال العقم، العقم عند النساء، عندنا مشكل خلل هرمون عند النساء، عندنا مشكل ديال الانيميا، عندنا مشكل هشاشه العظام، عندنا مشكل ديال الالام، عندنا مشكل مال الناس القوه ديال الشخص ولات منهاره، ما بقاش كيقدر يحمل، طبيعه الاكل تغيرات، ما بقاش ولات السياره ولا مشيتي السوق الان نهار كيتسوقوا الناس ما غاديش يكون في الرباط طبعا، يعني الرباط ولا في السوبر ماركت مابقاش في السوق. لكن بعض المدن الصغرى ولا بعض المدن اللي باقي كيعمر فيها السوق الاسبوعي القروي غادي تلقى الناس كلهم جايبين واحد الطفل حامل ليهم التقضيه، واحد الكروسه صغيره، ما تلاقوش قادرين يهزوا القفه ديالهم ديال التقضيه، ما بقاوش يقدر الانسان. اذا غير تشوف يعني هذا وعي المجتمع، انا كنرد البال كنراقب هذا، كنلقى الناس كلهم غادي جارين هذيك اللي كيتقداو فيها، وغادي واحد الولد يوصل ليه هذا ويعطيه واحد دراهم ولا خمسه ولا اربعه ويرجع يرجع بحالات، والناس ما قادرينش يهزوا حتى التقضيه ديالهم، هذا مشكل. فيجب على النساء ان لا يتلفنا، ان لا يضيعنا هذا هذه الثقافه الغذائيه. الخميره البلديه كلشي النساء يعرفوا ليها. السؤال كاين عندنا ربما نخليوش معلق من فيسبوك، واحد السيده قالت لك بان هي كتحيي هذيك الخميره البلديه بالخميره الروميه. لا يعني لا بالعكس، ما خاصش يكون فارح الخميره الروميه، لان الخميره الروميه لا، لان الخميره الروميه ستقضي على هذه السلالات ديال الخميره البلديه. نعم. ستقضي عليها لان من الاحسن، وربما تكون ريبليكيشن لان هذيك مغيره وراثيا، ربما غادي يكون عندها مشكل في هذا. علينا نحياتها بالخميره الروميه، ما بقاش خميره بلديه. اكيد يعني خاصها الخميره البلديه، واخا تعطل واخا الخبز ديالها ما يطلعش، واخا يجي مدقس ثقيل يعني بشويه مدكس، هذا هو خبز جيد، غير ملي بغيو يطيبوه ما يطيبوهش بسرعه في الفران ديال الغاز لانه ما غايطيبش. ما غايطيبش خاصو الفران ديال الكهرباء ولا ديال الحطب، عادي يطيب ويطيب بشويه، ماشي ما يخصوش يطيب بسرعه. اذا دكتور شكرا لك على كل ما تقدمه لنا دائما من نصائح قيمه، واتمنى ان يعني النساء خاصه في المغرب انهم يبقوا يحضروا الخميره البلديه. امستردام كاين نساء مغربيات في امستردام وفي باريس وفي روما كيخمروا بالخميره البلديه. نعم هذا رائع، عندي رسائل هذا رائع يعني ما شاء الله هذا رائع. إذن شكرا.